أنا عندي علم إنكوا صحاب، لكن ما كنتش نعرف إن أنت بتعزه قوي كده. طلعت ده أكتر من أخ ليا، يمكن في حياتي كلها ما قابلتش أرجل منه. بينا عشرة طويلة قوي، عمل فيها معايا دقات جدعانة ما تتعدش. بنقول لك إيه؟ أنا عايزك تخف الشهامة والجدعانة وفتحة الصدر يا أخويا اليومين دول في السوق. أصول الشغل معانا كده، أي لبش تشوفه تبعد عنه، ما تعملش لنفسك شبورة بالأوانطة. أنا عمري ما كنت بتاع مشاكل، بس ده صاحبي الوحيد وأول مرة يتعارك في السوق. صاحبك ده خسيس وما يستاهلش اللي أنت بتعمله عشانه. ليه؟ قصدك إيه يعني؟ قصدي أقول إن الواد ده خطر علينا كلنا. لا يا سعادة، طلعت ده مخبر للمباحث، راجل من رجالة الضابط حمدي، بعته يتجسس علينا عشان يعرف أسرارنا ويوصل لنا كلنا. أنا لا يمكن أصدق كده. طلعت، أنا بنقول لك الكلام ده ما بنهزرش معاك، بنقولهولك عشان تحرص منه، فاهم؟ أيوه بس يا تفهم، أنا مستجدعك، يلا عشان تاخد حصتك من الشغل، أنا حاسس إنك هتلعلع معانا وهتعمل مصلحة كده، يلا. صحيح، لو بتحبه وباقي عليه قول له يبعد عن شامة. شامة؟ أكيد حكالك عنها، أحسن له يبعد عنها، ده لو مش عايز أمه تروح تستلمه من المشرحة. أيوه بس ليه؟ من غير ليه؟ لو باقي على عمره وعايز يشتري نفسه قول له يبعد عن شامة. يا عمر، ها؟ ايه؟ يلا بينا. لا معلش يا طلعت، انا مش هقدر اروح القهوه النهارده. خبر ايه يا واد عم؟ هقعد في الكشك احسن، يمكن ربنا يكرمني ببيع ولا اتنين. يا ابني كلها نص ساعه رجلي تخف. معلش، هو احسن من قعده القهوه، اسعى على رزقي برضه. صدق عندك حق يا واد. طيب خد دول خليهم معاك يا عبد السلام. ايه ده؟ خليهم معاك يا واد عمي، ها؟ محدش عارف الظروف ايه. خلي فلوسك في جيبك يا طلعت، شايلك الوقت عوزي. علي النعمه ما هي راجعه. مش هكسفك يا طلعت ادام حلفت. يا واد انا ليا في ابوك اكتر ما ليك يا واد، عيب عليك ما تقولش كده. قلت لك قبل كده لازم تحط في الكشك شومه ولا سكينه ولا حتى حته مطوه صغيره. ايه اللي بتقوله ده يا عبد السلام؟ من ميت يا واد عمي واحنا بتوع اللبش. لا 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 لا، اللي حصل ده حكايه وراحت لحالها. سلام يا عبد السلام. طلعت، خير يا واد عمي؟ اخبار شامة ايه؟ زينه الحمد لله. هو ده الموضوع اللي كنت عايز احدثك فيه. ما تشيل الموضوع ده من دماغك خالص يا صاحبي. شيل ايه يا عبد السلام؟ حصل لك حاجه في دماغك ولا ايه؟ انا حاسس ان الخناقه بتاعت النهارده كانت بسببها بصراحه. بسببها كيف يا عبد السلام؟ ويا شامة تعرف البغل ده منين؟ انت تعرف حاجه ومدريها عني؟ ابدا، ده احساس مش اكتر يعني. حاسس ان الحكايه دي مش هيجي لك من وراها خير ابدا، وما تسالنيش ليه. احساس؟ سلام يا حسيس. اول مره تداري عليا يا واد، ولسانك ما ينطقش بالصدق. هو تحقيق لي ما قلت لك يا ام زبون غتيت، شدت معاه، مسكنا ببعض، ولاد الحلال خلصونا، كل واحد فينا راح لحاله خلاص، حكاية بتحصل كل يوم في السوق. كذاب، أنا ما ربطكش على الملاوعة والكذب يا واد. في إيه يا أم؟ فيه إن الرجل ده كان معاه سلاح ونوى على أذيتك. يأذيني كيف يا أم وأنا وسط أهلي وحبايبي في السوق؟ وبعدين أنت جبت الحديث الماسخ ده منين؟ مش لازم تعرف مين اللي قال لي. اسمع يا واد، 10 سنين دلوقك وانت بتشتغل في التجارة والسوق وبتتعامل مع طوب الأرض الزين والعفش، والناس كلها بتحلف بحياتك وربايتك، حتى اللي تشكلوا معاك ما قدروش يكرهوك، يبقى ايه اللي يخلي الراجل ده يرفع سلاحه عليك ويحاول يأذيك؟ انا نفسي سألت روحي السؤال ده من ساعة ما شفت يوم والشر كان مالي عني. يعني كلامي صح؟ يما يما ده انا عمري ما كدبت عليكي.
أنا بس قلت الموضوع عندي خلاص، مش عايز أبقى وشك. بعدين يما ده اسمه سوق، سوق والعفش فيه بقى أكتر من الزين. عارفة عارفة يا ولدي، بس أنت كمان لازم تعرف إنك ليك دنيتك اللي بتفكر فيها، السوق والتجارة وحياتك الجاية يا ولدي. لكن أنا بقعد طول اليوم أفكر فيك يا طلعت، ومش دلوقتي، ده من سنين طويلة. أنت كل دنيتي يا ولدي. عارف عارف يا أمو، وحطك قدام عينيا طول الوقت. خلاص يا أمو، مش هتحصل تاني. تعرف أنا نفسي فيهم؟ قول يا مدرب، نفسك في إيه؟ صح اللي مقلبية بالقشطة من إيديك دول. حاضر، روح يا ولدي، ربنا يحميك ويبعد عنك كل رديء. طلب مدفن المرحوم. طيب بس حرص على الآخر، لو حسيت بأي قلق بنجيش، كفاية علينا التلفونات. خلاص بس الساعة 10 هكون مستنيك. مع السلامة. دول كلهم أخوان من أهل البلد جايين يعزوا ويقوموا بالواجب. من الضابط اللي جاء فرقة الحكومة؟ لا، صلاح نسيب جعفر العرباوي. بقى في حياتك. الله يبقى حياتك. بقى في حياتك يا شوقي باشا. حياتك البقية. سيادة النائب جعفر العرباوي بيقدم اعتذاره انه ما قدرش يكون جنبك، وبيعزيك من كل قلبه. أصله عنده اجتماع مهم جداً جداً مع سيادة المحافظ، وأكيد هيزورك في دارك ويقوم بالواجب. العزل كبير هعمله في اسكندرية لكبارات البلد. سيادة النايب مقامه كبير، لازم أن يقعد مع اللي قده. سعيكم مشكور. شوفوا يا رجالة، أنا بتمنى أننا بجد نكون نسينا كل الحوادث الفردية الغريبة اللي كانت بتحصل بينكم، لأن في الأصل ما فيش أي سبب له قيمة يخلق العداء ده كله بين العيلتين. ولا إيه رأيك يا سيادة النايب؟ تمام يا جناب المحافظ. الحوشية والشجامية أولاد عم من قديم الأزل، وأبويا الله يرحمه كان دايما يحكي لي إن هما متجوزوش غير من بعض، ما دخلوش حد غريب بينهم لحد ما دخل الشيطان اللي شعل الغل في نفوسهم سنين طويلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الشيطان ساهل لا يقدر يلعب بدماغ أي راجل، خصوصا الصعايدة يا بدير. لولا الشيطان الله يحرقه ما كانش الناس طلع علينا النكت دي كلها. يا جماعة، احنا لازم نثبت للناس كلها إن الصعيد اتطور واختلف واتغيرت كل الأفكار القديمة اللي تسببت في ضياع ناس من أعز الأحباب في العيلتين. تمام تمام يا جناب المحافظ، أنا متأكد إن كل شيء هيرجع أحسن من الأول بكتير. أنا عارف الحاج مستجاب الحوشي زين، راجل كلمة واحدة، ومدام جه هو ورجالة العيلة يبقى ناوي على كل خير. كمان مصطفى الشرقاوي صديق العمر، ما تطلعش من خاشمه كلمة إلا إذا كان يقصدها زين. ده كلام عظيم يا سيادة النايب. ودلوقتي بقى يا جماعة، عايزين نتعهد إن شاء الله في المستقبل ما يحصلش أي تحرشات أو مناوشات بين رجالة العيلتين. وعايزين الصغير قبل الكبير لازم يعرف إن الصلح تم. وافتكر إن ده دوركم بقى يا كبار العيلتين.
يتناوشوا مع بعض كيف يا جناب المحافظ، وانتوا لميتوا السلاح من العيلتين الا اذا كانوا حيضربوا بعض بالنبال بعد كده. عندك حق يا سيادة النائب، بصراحة البركة في الموضوع ده يرجع لسيادة المقدم عصام المنياوي، انه في الحقيقة بذل مجهود كبير قوي في لم السلاح ده، وانا شخصيا مطمن ومتفائل جدا بوجوده معانا هنا في المحافظة، لانه بجد كفاءة كبيرة. شكرا يا سيادة المحافظ، بس احب اقول ان انا لقيت تعاون كبير من اهل العيلتين، وده اللي سهل مهمتي، وان شاء الله نكمل اللي عملناه في جميع قرى ومراكز المحافظة. اهلا بيك يا سيادة المقدم، وبعون الله وشك يكون حلو علينا. شكرا يا سيادة النائب. انا بقول من دلوقت نفتح صفحة جديدة ونجروا الفاتحة على الخير والأمان بين العيلتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله حاج مستجاب، الله حاج مصطفى، سلموا على بعض، سلموا على بعض. صراحة الواحد نفسه راحت الحلويات والبسطة اللي جايبها معاه بالمحافظ. تفضل تفضل جنابك. تفضل يا فندم. تفضل جايلكم من مصر مخصوص يا رجالة. تفضلوا تفضل تفضل جناب المحافظ. تفضل تفضل يا فندم. تفضل. أهلا وسهلا. تفضل حاج مستجاب. Thank you.